هذا وقد اتخذت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الكافية من أجل عودة آمنة لطلبة المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية، ولينعم الطلبة بعام دراسي خال من الحوادث. تعد مدارس مملكة البحرين بطلبتها ومعلميها ساحة فاعلة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، حيث تعتبر التربية على قيم المواطنة والانتماء واحدة من المرتكزات التي تقوم عليها الخطة بمبادراتها المتنوعة. وفي هذا الإطار ومع بداية العام الدراسي الجديد، اتخذت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات الكافية من أجل عودة آمنة لطلبة المدارس إذانا بانطلاق عام دراسي ناجح. تزامنا مع العام الدراسي الجديد، قامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومحافظة المحافظة الجنوبية ووزارة التربية والتعليم لإعداد خطة أمنية إن شاء الله تكون لسلامة دخول وخروج الطلاب في المدارس. أيضا من مبدأ الشراكة المجتمعية تم إعداد محاضرات تثقيفية وتوعية لأولياء الأمور، إيمانا أن لهم دور كبير في سلامة الطلاب وتجنب السلوكيات الخاطئة بالقرب من المدارس. إن شاء الله بتكون عندنا دوريات متحركة راجلة ودوريات متحركة حول 86 منشأة تعليمية في نطاق المحافظة الجنوبية، آملين إن شاء الله أن يكون عام ناجح في سلامة الطلاب. تقوم مديرية شرطة محافظة العاصمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة قبل عودة الطلب والطالبات للمدارس، وذلك عن طريق تشكيل فريق عمل لعمل مسح ميداني على جميع المدارس بمختلف مستوياتها التعليمية للتأكد من مدى جاهزيتها الأمنية. كما تقوم مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الإدارات وبالأخص إدارة الحراسات التابعة لوزارة التربية والتعليم والحفاظ على سلامة جميع الطلبة والطالبات عن طريق نشر وترتيب عدد من ضباط الصف والأفراد ونشر الدوريات الأمنية في المنطقة وحول المدارس لتسهيل الحركة المرورية وتسهيل حركة الطلبة والطالبات للمدارس. وضمن الإجراءات التنفيذية المتخذة، تم إطلاق سلسلة من المشاريع والبرامج التوعوية التي تسهم في انتظام الحركة المرورية في محيط المدارس وتسهيل عبور الطلبة للطريق، بجانب التوعية بإجراءات السلامة العامة انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وعلى كافة المستويات. أن مهمة تنظيم السير بمحيط المدارس هي إحدى سبل تحقيق الشراكة المجتمعية، فقد استعدت مديرية شرطة محافظة المحرق للعام الدراسي القادم من خلال إعادة مراجعة وتقييم خطط تنظيم السير بالمدارس. أيضا خلال هذا الأسبوع قمنا بتنظيم محاضرات تدريبية لعناصر الشرطة المكلفين، وبإذن الله سوف نجري تمرين تجريبي ميداني في عدد من المدارس، وذلك لضمان فاعلية الخطط وجاهزية عناصر الشرطة. أيضا لغايات سلامة الطلاب وانسياب الحركة المرورية. تم وضع خطة أمنية تنقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تسبق بدء العام الدراسي، يتم فيها حصر جميع القصور الأمني بالمدارس في المديرية، سواء كانت من خطوط مشاة، علامات مرورية، وكاميرات أمنية، ويتم رفعها إلى الجهات المختصة. كما يتم فيها تدريب أفراد شرطة خدمة المجتمع بعدة دورات، منها دورة تنظيم الحركة المرورية ودورة السلامة المدرسية. أما المرحلة الثانية وهي تتزامن مع بداية العام الدراسي، يتم فيها تواجد أفراد شرطة خدمة المجتمع أمام المدارس، والذي يغطون بعموم المحافظة حوالي أكثر من 40 مدرسة بمختلف المراحل. إن تأمين سلامة الطلبة وضمان الانسيابية المرورية خصوصا في محيط المدارس أبرز ما تهدف إليه الجهود والخطط الأمنية لينعم الطلبة بعام دراسي آمن خال من الحوادث.